سيادة اللواء أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ يوسف، مساء النور. على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. معلش يا فندم احنا بنزعج حضرتك، بس على ما يبدو فعلا الإخوان مش عاتقنا يعني. ما هي دي العادة. والله عادة لئيمة يا رب، يعني ايه ما تدوم لهم أي عادة. يعني لو تتذكر حضرتك في المكالمة اللي كانت بينا من حوالي 10 15 يوم، أيوه قلت لحضرتك اللي هيحط الكارت بتاعه في المكنة يقول له راجع التأمينات أول حاجة ما تقلقش معاشك موجود. صح. المشكلة إن الكارت اللي معاك ده انتهت صلاحيته. بس عايزين نشترك. بس. يا فندم ده حضرتك قلت حتى لو الشخص مش قادر ينزل نظرا لمرض ما لا قدر الله، أو لأنه عشان السن إلخ إلخ إلخ، ده إحنا عندنا خدمة لحد البيت. لغاية البيت، وهقول لحضرتك الأرقام. اتفضل. أعيد تاني على جمهورنا الكريم الرقم اللي احنا فيه، ان احنا بدأنا قصة الكروت الزرقاء دي في التأمينات من سنة 2008-2009. الكروت دي بتسمح فقط بالسحب النقدي من بعض ماكينات الاي تي ام اللي موجودة على مستوى الجمهورية، بعض الماكينات مش كلها. الماكينات اللي مكتوب عليها 1 2 3 بس هي اللي مسموح له انه يسحب منها المعاش بتاعه. مع دخولنا للشمول المالي قلنا بلاش بقى، يعني يتيح لصاحب المعاش كما لو كان فاتح حساب في بنك ومعاه كارت اي تي ام. حلو. يقدر يشتري بيه كل حاجته، كل طلباته، يشتريها ادويه، يشتري من سوبر ماركت، يسدد فواتيره الحكوميه. براحته. براحته. عايز يسحب الفلوس يبقى من كل الماكينات وليس من بعض الماكينات. جميل. بدأنا كان عندنا كام واحد؟ 6.5 مليون مواطن معاهم الكارت الأزرق ده. على مدار السنة ونص اللي فاتت وبدون أن يشعر مواطن في مصر إن في مشكلة في هذه الكروت، غيرنا 5.5 مليون مواطن. المتبقي عندنا حوالي 1 مليون مواطن. ماشي. بدأنا نناشد أهالينا، يا جماعة الكروت دي ليها مدة صلاحية وهتنتهي، من فضلكم تعالوا غيروها، وكارت ميزة هنديهولكم مجانا من شهر يناير، وإحنا بنقول وبنردد الكلام ده. انتهت صلاحية عدد 260 ألف من المليون دول. في 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها يوم 1/6. قلنا علشان الناس تطمن وما تقلقش، طلعت مع حضرتك وفي جميع وسائل الاعلام ونزلنا اعلانات، لو حصل لحضرتك وانت بتصرف معاه الشهر 6 ان قال لك راجع التامينات او هذا الكارت انتهت صلاحيته، معاشك موجود. المشكله هنطلعه ازاي من المكن؟ حضرتك بتصور البطاقه بتاعتك وش وضهر، ايوه، وبنكتب عليها رقم التليفون المحمول، وهقول ليه بنقول رقم التليفون المحمول، وتتوجه لأقرب مكتب تأمينات أو أقرب فرع للبنك الزراعي اللي اتفقنا معاه علشان ما يبقاش فيه تكدس وزحام. حلو. لل 260 ألف. حلو. هتروح هيحصل معاك إجراءين، حاجتين اتنين. نمرة واحد، هنشط لك الكارت اللي انتهت صلاحيته ده بحيث تصرف معاشك وانت واقف. جميل. نمرة اتنين، هدي لك كارت ميزة مجانا. رائع. تقبض بيه معاشك الشهر اللي جاي. رائع جدا. بناخد ليه رقم التليفون المحمول بتاع سيادتك؟ أيوة. علشان احنا عارفين ال 260 ألف ان هم هيقفوا في 1/6. بس مش عارف اوصل لهم. فعايز ابعت له. العناوين اللي موجودة في الملفات من 20 و25 سنة وعناوين غير مدققة. بالظبط كده. فاحنا هنعمل ايه؟ اللي جاي ان شاء الله منظومة التطوير اللي الهيئة شغالة فيه واللي هتطلق السنة الجديدة في 7/23 ان شاء الله، انا هتعامل وعاملين خدمة عملاء كما لو كان اهالينا اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، يعني بيتعامل مع البنك بتاعه. حلو. ان اقدر اوجه لك رسالة فيها اي تنويهات الهيئة عايزاها، بقول لك خلي بالك يا استاذ يوسف انت كمان 3 شهور البطاقه اللي معاك دي محتاجه تتنشر. لو سمحت يعني تعال لنا علشان نعمل كذا.
هبكر ميعاد صرف المعاشات علشان دخلت عيد، عشان الاشاعات اللي عماله تنتشر دي. لا ده انا هبعت رساله لكل المسجل رقم تليفونه اقول ان الهيئه قررت ان احنا معاش الشهر ده هنصرفه يا جماعه يوم 30 مش يوم واحد في الشهر. حلو قوي. وهكذا. فالغرض من طلبنا لرقم التليفون المحمول ان يبقى فيه وسيله اتصال لحظيه مع عاملنا المحترم صاحب المعاش اللي احنا كلنا في خدمته. ده حاجه يعني خدمه خمس نجوم زي ما بيتقال. مفيش بعد كده. طبعا مفيش حاجه اسمها ايقاف معاشات خالص. ان شاء الله الاعداد بقى نيجي للاعداد. احنا من يوم 1/6 بدانا صرف المعاشات. من يوم 1/6 ليوم 6/6 جالنا الهيئه وفروع البنك الزراعي حوالي 80,000 مواطن، نشطنا لهم القروض بتاعتهم في نفس اليوم، ودينا لهم سلمناهم كارت ميزه مجانا، وانتقلنا الى حوالي 2400 مواطن مش قادر يجي لنا. انتقلنا لغايه مقر اقامته، نشطنا له الكارت في بيته وسلمناه كارت ميزه يعني مجانا وبدون رسوم. طب ده كلام يعني مفيش بعد كده. كده احنا فاضل لنا تقريبا 177,600 بنناشدهم ارجوكوا نورونا في المكاتب او في البنك الزراعي. طبعا كعادتنا كلنا وانا اول واحد يعني بروح في اخر لحظه. ايوه احنا بنناشد اهالينا من يوم 1/1 باعلانات موجوده في الجرايد اليوميه من فضلكم قبل ما يجي شهر 6، لان يعني احنا زي ما قلت المليون دول 260,000 بطاقه انتهت صلاحيتها في شهر 6، في عدد اخر هتقف البطايق بتاعتهم هتحتاج تنشيط في شهر 7 وفي شهر 8. ايوه دول الثلاث شهور اللي قدامنا. فطبعا ممكن يكون في شويه زحام الايام اللي جايه على مكاتب التامينات. مفهوم. بقول اللي صرف معاشه بدون مشكله الشهر ده سيب لنا بس اسبوع لاهالينا اللي عندهم مشكله في صرف الشهر ده. حلو. نستبدلهم وتعالوا شرفونا من يوم 15 ان شاء الله نعمل الاجراء ونسلمكم كارت ميزه مكان باذن الله. طب ده كلام 100 100. هو انا متاكد ان حضرتك مش اخر حد في اخر لحظه، لانه لسه انا كنت بكلم حضرتك وببعت لحضرتك رساله وانا اللي متاخر، فقلت لي يا يوسف كده انت اللي متاخر، قلت لك يا فندم انا عارف. فانا متاكد والله. لا والله حقيقي يعني احنا علشان كده اولا بنشكر حضرتك على انه استقبلت تليفوننا واستقبلت الزن بتاعنا في انه معلش يا فندم عايزين نشرح للناس من اول وجديد الكلام اللي قلناه من 15 يوم تقريبا. ست لو احنا بنشكرك والله استاذ يوسف. ده واجبنا، واحنا كلنا بنشتغل في الهيئه يعني بنغير ثقافه والصوره الذهنيه اللي متاخده عن التامينات على مدار ال 60 سنه اللي فاتت. أيوة. بنحاول نغير الصوره الذهنيه دي سواء بتطوير مقراتنا بشكل حضاري لائق، نحقق الهويه البصريه للمواطن يبقى ماشي في الشارع زي ما شايف مكتب البريد كده وخد لونه المميز، وزي ما شاف اسم الشرطه يشوف مكاتب التامينات يعرف ان ده مكتب تامينات. احنا شغالين على كل محاور اصلاح المنظومه لخدمه اهالينا من اصحاب المعاشات والمستحقين عنها باذن الله يا فندم. دايما 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 لقدام باذن الله. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا على الجهد، بنشكر حضرتك مره تانية على هذا الايضاح. ست اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي.